بتحب مراتك؟ اه خنتها قبل كده؟ لا لما بيبقى في خلاف بينك وبينها بتهرب ولا بتواجه؟ على حسب المشكلة. محمد صلاح بيلعب في نادي ايه؟ ليفربول. اكتر حاجة بتضايقك من مراتك ان هي دايما سباك لوحدك ولا مهتمة بيك؟ لا مهتمة بيه. وهنبدأ فقرة الأسئلة السريعة، أسألكوا كام سؤال واللي هيرد فيكوا أسرع هو اللي هياخد البوينت. تمام، دي الجولة الأولى بتاعتنا. هنطلع بس فاصل مشاهدينا ونرجع لكم بفقرة الأسئلة، استنونا. ورجعنا لكم بعد الفاصل وفقرة الأسئلة السريعة، هسألكم كام سؤال زي ما قلت لكم، واللي هيجاوب أسرع هو اللي هياخد البوينت. أول سؤال معانا، النملة ليها كام رجل؟ ستة. بوينت. الأخطبوط ليه كام قلب؟ قلب واحد. ثلاثة. لا ثلاثة. بوينت. أذكى حيوان في العالم؟ الدولفين. بوينت. بيبي. أسرع حيوان في العالم؟ الأسد. الفهد. بوينت. المدينة اللي اشتهرت بالسوشي أو أول من جابانيز. بوينت. تمام كده، بالنسبة لنا فريق روز هو اللي كسب في الجولة الأولى. إيه بسبوسة؟ بس إن شاء الله لسه في جولات تانية معانا، ما تقلقوش. ده مش عشان كسبتي الفقرة دي فده يعني مش الموضوع فور جرانتد، لأن لسه عندنا حاجات تانية. أوكي. هنطلع فاصل سيادة المشاهدين ونرجع لفقرة الرجالة ما يعرفوش يكذبوا. طبعا. الفقرة اللي أنا شخصيا بحبها جدا ومستنياها علشان نعرف مين بيكذب ومين لأ. لا طبعا شرف مش بيكذب خالص. ورجعنا لكم مشاهدينا بعد الفاصل وفقره الرجاله ما بيعرفوش يكذبوا. هنعرف اذا كان الرجاله اللي معانا النهارده في الاستوديو بيعرفوا يكذبوا ولا لا. هنبدا بمحمد، هيروح لدكتور مؤمن بشار على جهاز كشف الكذب، وبعديها أستاذ شريف هو شرف. كمان هيقوم بالاختبار. اتفضل يا أستاذ محمد. ده جهاز كشف الكذب، بنسأل الضيف كام سؤال، لو جاوب صح بينور أخضر، لو جاوب غلط بينور أحمر. تمام. بتحب مراتك؟ اه. خنتها قبل كده؟ لما بيبقى في خلاف بينك وبينها بتهرب ولا بتواجه؟ على حسب المشكله. محمد صلاح بيلعب في نادي ايه؟ ليفربول. اكتر حاجه بتضايقك من مراتك ان هي دايما سباك لوحدك ولا مهتمه بيك؟ لا مهتمه بيا. انا خلصت، تقدر ترجع مكانك. شكرا. بتحب مراتك؟ جدا. القرارات اللي بتاخدها دايما مراتك صح ولا غلط؟ طبعا صح. اكتر مشكلة بتحصل بتواجهها ولا اكيد طبعا بتتجاهلها؟ لا طبعا. مراتك خانتك قبل كده؟ لا. محمد صلاح بيلعب في نادي ليفربول. انت خنت مراتك قبل كده؟ لا طبعا ما اقدرش. ممكن تخونها؟ لا. متجوز عليها؟ لا طبعا. شكرا، أنا خلصت. ورجعنا لكم بعد الفاصل، وللأسف إن يعني النتيجة كانت متعادلة تقريبا، لأنه حصل كذب في فريق روز وكذب في فريق بسمة، فكده المسابقة بتزيد سخونة. هنروح بقى للفقرة اللي بعديها، انا مش عارفة انتوا هتكونوا مستعدين ليها ولا لا، بس الجايزة بتاعت الفقرة دي 300,000 جنيه. بتخاف من ايه يا محمد؟ خافش من حاجة. ولا اي حاجة في الدنيا بتخوفك؟ ولا اي حاجة. ولا بتخاف من مراتك؟ ولا اي حاجة. مفيش راجل ما بيخافش من مراته. انا ما بخافش من مراتي. انت ما بتخافش. طب احنا محتاجين تليفونك. ليه؟ انت
انتي ليه ما سالتيش شرف بيخاف من ايه؟ هنبدا الاول بمحمد. يبقى عندك استعداد ان احنا ندخل على تليفونك بشكل عشوائي نشوف لو في صور، في ممكن ندخل على المسجز بتاعتك نشوف؟ ما عنديش مشكله. ما عندكش مشكله ان ده يتعرض لان مراتك عارفه عنك كل حاجه؟ ما عنديش مشكله. تمام. طيب يا جماعه استاذنكم بس حد من الكرو يشوف موبايل محمد. مش قادره اصدق انتوا هتاخدوا طيب الموبايل. انت الموبايل بتاعك اوريدي الموبايل بتاعك مفتوح مش بباسورد صح؟ لا باسورد. طيب لو ممكن بس حد يجيب لنا الموبايل. عارفه الباسورد بتاعت محمد؟ لا انا عارفه الباسورد بتاعت شارف. طيب استاذنك بس تفتح الموبايل. تمام. ايه بسبوسه ده؟ يا بسبوسه وانا اقول بسبوسه ايه له حريته واثقه فيه. حد دلوقتي من التكنيكال تيم تمام بتاعنا هيدخل على الجاليري عندك او على الماسنجر او الواتساب او كده ونشوف بسمه يعني هتبقى عارفه صحابك انت مثلا كنت قايل لها الاسبوع اللي فات انت فين هنجيب صوره من الاسبوع اللي فات فيبقى انت كده هي عارفه عنك كل حاجه. هنلعب كده شويه العاب مع بعض. تمام مستعد؟ خد نفس بقى. تخيل لو طلع في حاجه والله العظيم يبقى شكلها وحش قوي. طب جربتي مره يا بسمه تساليه على الموبايل على الباسورد مثلا ورفض ولا انت ما حاولتيش تساليه اصلا؟ دي خصوصيات بس براحته. طب هو بيسيب لك يعني انت بتسيبي له موبايلك؟ لو عايزه عادي بالدور بس هو برضه يعني بيسيب لي حريه اللي. يعني انت برضو موبايلك باسورد وهو مش معاه الباسورد. كل حد فيكوا ليه خصوصيه. مش بنفتش في حاجه التاني. اوكي فيري جود. دي حاجه مبشره جدا. انت معاكي الباسورد بتاعك؟ شور. اوكي طيب يلا يا جماعه ردوا لنا بقى ادخلوا على الجاليري كده عند محمد. نشوف كده اول صوره تظهر على الشاشه. مين ده يا بسمه؟ صاحبه. انت عارفاه اسمه ايه صاحبه؟ محمد. اسمه محمد صاحبه. اوكي تمام. اللي بعد ده محمد طبعا. ده محمد طبعا. ده كانت امتى الصوره دي؟ ده كان فرح واحد صاحبه. اوكي كنتي معاه في الفرح ده؟ لا ما بياخدكيش معاه في المناسبات. ساعات ما بروحش عشان مدارس ولادي وكده وصحيان بدري. بس يعني بس في مناسبات كتير بيقصد في رجاله ما بتحبش تاخد مراتها معاها. لا هو عادي بيقول لي تعالي. تحب طيب. تروح لوحدك الافراح؟ ها ده انت نمس. تمام. مين دي؟ مين دي اخته؟ لا مين دي؟ دي ما اعرفش حاجه. ايه مين؟ ما هو ممثل يا جماعه ممكن تكون. لا دي مش ممثله. ما انا عارفه كل الممثلين. مين دي؟ لا مين؟ اللي ما اعرفش. انت اللي متصور معاها. ما اعرفش مين. يعني ايه ما تعرفش مين؟ مش ممثله. مش انت اللي سايبه له خصوصيته يا بسبوسه؟ ينفع كده برضو يا محمد؟ في صور تاني يا استاذه؟ كده بسبوسه الناموسه تزعل. طب ممكن يبقى كان بيصور بقى طالما هو ممثل ممكن. لا بس دي مش فنانه يعني انا عارفه. طيب مين دي؟ لو لبس بيت. في صور تانية طيب يا جماعة؟ لابسة لبس بيت وهو لابس لبس بيت. في صور تانية؟ تعالي الموبايل دي بيجامة النوم بتاعتك. هو عنده بيجامة زي دي؟ مين دي ما ترد؟ معرفش مين. يعني ايه ما تعرفش؟ انت اللي متصور معاها. هما بيقولوا لي في الكنترول روم ان الصور دي من على الواتساب. افتحوا رقمها بسرعة. في الجاليري. كلميها والله قومي كلميها. سيبي اعملوا فصل وقومي كلميها. وفي مسجز كتير رايحه جايه بينهم. ف انا اسفه جدا. انت تفضلي ثابته كده ما تقومي تتصرفي. او ماي جاد بجد مش مصدقه. انا مين انت شايفه نفسك ليه؟ في ايه مش فاهمه؟ شايفه نفسي على الاقل مش بتخان زيك. لا يا حبيبتي ما ممكن يكون بيخونك. يا جماعه صورك ازاي بعدي خلاص لو سمحت اذنك. طيب يا جماعه بس بليز الموضوع كده دخل في اتجاه انا شخصيا مش حباه. بس للاسف مضطرين نكمل. في محادثه تحبي تسمعيها؟ بجد صعبه جدا. في فويس مسج. طب سمعونا يا جماعه مراته عايز تسمع. ايه ده شايفين كل الناس زي بعض؟ بيساووا رؤوسهم برؤوسنا. ايه يا محمد بقالك شهر ما شفتكش.
انا بجد احنا برنامج اجتماعي وبرنامج بمسابقات، معرفش احنا فجاه اتخينا في اتجاه تاني. انا لازم يا جماعه فاصل وهنرجع لكم تاني، خليكم معانا. استنوني انا بقى عايزه اخلص وامشي، فانتوا هتحلوا مشاكلكم دي خلوها بعيد عني. مش ممكن يا بيبي؟ تعالي بقى تعالي. و انا بعتذرلك بشكل شخصي و انا مش عارفه انت ما ايه. ما فيش ايه. انت متجوزه بقالك سنتين، ايه اللي ما عملتش حاجه؟ ما عملتش حاجه حرام. جواز يعني ايه ما عملتش حاجه يعني حرام؟ يعني ايه جواز؟ جواز. طب على فكره الراجل يعني حتى لو هيتجوز على مراته المفروض ان هو يسالها الاول. انا ما رضيتش اقول لها عشان ما تتضايقش. طب وديت لنا موبايلك ليه؟ ده كل ده عشان فلوس؟ لا جواز كده كده كانت هتعرف. طيب يا جماعه انا بس احنا قدامنا دقيقتين عقبال ما نرجع هوا. انا بس يعني ممكن اسيبكم مع بعض شويه. انا بعتذر يا بسمه. انا فين يا جماعه الاعداد؟ مين يا جماعه مسؤول على القرف اللي طلع ده؟ انت عملت كده ليه؟ عملت كده ليه؟ جواز مش عارف ايه. جواز اتجوزت دي نهايه صفاتي فيك؟ عملت ده جواز. انا مكان نتكلم فيه مش حاجه حرام عملتها. عملت انا هرفع عليك قضيه وهبهدلك. متى هو جواز الاول في الاخر؟ جواز صعبه قوي. تخيل دي تعمل فيه. انت لازم تتطلق. طلقتي ولا لسه؟ عبالك ما تكتشفي خيانته ان شاء الله. ايه؟ عبال ما تكتشفي خيانته ان شاء الله. انت عيانه ولا ايه؟ عادي عادي عادي. شايفه نفسك؟ عادي عادي. انت وشك احمر جدا. مين دي اللي بتتخان؟ انت اكيد طبعا. جماعه ورجعنا لكم بعد الفاصل وانا والمدام. وانا بعتذر جدا لبسمه وللساده المشاهدين. انتوا يعني المشاهدين اللي متابعينا من زمان، عمر ما ده حصل عندي في البرنامج، بس للأسف يعني هي حاجة طارئة وحاجة شخصية وخاصة جدا. ف أنا بعتذر لك جدا. احنا لازم نمشي يا جماعة بجد. أنا لازم أنهي الحلقة من غير جوائز ولا حاجة. متشكرة جدا لحضرك وسوري معلش أنا بس مش عارفة أستجمع. مشاهدينا بعتذر لكم مرة أخيرة وانتظرونا في حلقة جديدة من برنامجكم أنا والمدام مع هبة عبد الجواد. شكرا. بقولك إيه؟ هتعملي إيه بقى معايا؟ كده ارفع لي طلق. إحنا كده بره الهواء. بصي ارفع لي طلق. عجبتك دي؟ إحنا كده بره الهواء. هتناوي تتصرفي معاها إزاي؟ ثواني يا روز بس بعد إذنك. هتعملي إيه؟ ثواني. هتطلق منه طبعا. هتطلقي منه؟ امتى بقى؟ ناوي تطلقي منه امتى؟ هروح اعمل توكيل المحامي وهرفع عليه طلب. طب ما يعني انت ما حتى مش عايزه تهدديه مثلا دلوقتي او حاجه او كده؟ نقعد مع بعض قعده بنات كده نتكلم نفهم هنعمل ايه. خلاص انا هرفع هعمل توكيل. خلاص يعني مالكيش. طيب انا بحب اتدخل في شؤون الاخرين شويه بس انا بحب عندي فضول. لا الفضول ده خليه لنفسك يا بنتي. انت مش عارفه مش قادره تتشطري على الحمار بتتشطري على البرده زي ما بيقولوا. بقول لك ايه، انت عارفه حاجه؟ قولي لها يا هبه. انت في مقلب. بتهزري؟ شفتي بقى بتهزروا؟ انت هتعيطي دلوقتي؟ احنا كنا مستنيين العياط ده من بدري يا حبيبتي. خدوها من وزنهم يا جماعه. في حاجه معينه؟
انا مصدومه يا لهوي. لا في حاجه معينه انت بعد كل اللي انا عملته فيكي ده جاي تعالي دلوقتي انا فكرت من العياط يا بنت يا بنت. شوفي شوفي بقى قولي لها حاجه بزبوطه. انا اسفه انت انت هاتي وانا مش عارفه لحد ما عيطت. يلا يلا بقى قولي لها انك موافقه نعرض البرنامج وبطلي عياط مش دلوقتي. انا مش موافقه عشان انت متاخره في الزن من الصبح. انت اصلا مخليني اعيط يا يوسف الزيني. انا عايزه اقوم اجيبك من شعرك من الصبح. والله العظيم انت زي القمر. كان نفسي تجيبيني من شعري من الصبح. انا عايزه كده عايزه تضربي في بس حرام يعني حرام الشكل الحلو ده اجيبه من شعري. والله العظيم انت طيبه قوي. يعني هي استفزتك ووعدتي ان جوزك هي مستفزه طبعا بس هياخد علقه اصلا لما يروح هياخد علقه. تمام. لا انت مستنيه خلاص بقى سامحيني. انا مش هحكي بجد مش هتجوزها يعني لو كنت جبتي لي من شعري كان هيبقى يعني دي واحده زميلتنا دي واحده زميلتنا ولا اي حاجه ولا في اي حاجه. هي فين يا جماعه؟ ربنا يخليكم لبعض.